فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تثبت صفة الشخص لله؟ يخبر عن الله بأنه شخص كما في الحديث، وهو شخص واحد. أما أن يقال من أسماء الله الشخص فهذا لا، ما يجوز. أنا قلتكم كم مرة: لا تخرجون عن منهج السلف، لا تأتون بأشياء جديدة، اتبعوا منهج السلف، فما قاله السلف تقولون به، وما لم يقولوه توقفوا عنه، فقد كفيتم والحمد لله. نعم.